شنو الصحيح؟ تصحيح بعض التصورات الصحية الخاطئة. تصحيحنا مازال حول بعض التصورات لبعض الأمراض اللي هي غلطة عند العالم وخاصة عند التوينس. واليوم مش نحكي لكم على مرض السكري اللي هو دارج برشا في تونس. مش في بالهم اللي مرض السكري ما هوش خطير وما مثلش خطر، هذا ما هوش صحيح. وين برشا من الناس يعتقدوا أنه مرض السكري ما هوش خطير على خاطر الأسباب اللي تجعلهم يعتقدوا أنه لا توجد الكثير من الحالات المباشرة اللي يتوفوا فيها الأشخاص بسبب مرض السكري، ولكن الحقيقة أنه مرض السكري يسبب العديد من التأثيرات التي تؤدي إلى أمراض صحية تكون لها مضاعفات خطيرة كما النوبات القلبية والسكتات الدماغية. ولا ينبغي تجاهل مرض السكري من نوع 2، وهناك العديد من الحالات اللي كان فيها مرض السكري هو مفتاح المضاعفات المهددة للحياة. عنا فكرة أخرى أنه اللي بصحتهم واللي سمان يعانيوا من مرض السكري، قد يكون الأشخاص اللي يعانيوا من سمنة أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، ولكنها ليست السبب الوحيد والمباشر. السمنة مرتبطة بمرض السكري، ولكن ليس من الإجباري أن يصاب الأشخاص اللي يعانيوا من مرض السكري بهذه الحال. هناك أشخاص يعانيوا من السمنة ولا يزالوا يتمتعون بمعايير طبيعية وطبية. ماشي بينا زيد أن ممارسة مريض السكري للرياضة تؤدي لانخفاض نسبة السكر في الدم. هناك فكرة خاطئة في أذهان بعض التوانسة مفيدها أنه اللي كل ما يعملوا برشا سبور هذا يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم. من الجيد لمرضى السكري أنهم يعملوا سبور ولا ضرر في ممارسة الرياضة طالما أنهم يحافظوا على رطوبة أجسامهم، ويمكن أن تحدث هذه الحالة فقط وقت تمارس ضغط زائد عليك واللي يمكن أن يؤدي إلى بك على أي حال إلى هذه الحالات. وإن كانت تخشى مستويات الأنسولين لديك فمن الأفضل أن يمكنك فعله هو تنظيم نظامك الغذائي واتباع نظام غذائي وفقا لشدة التمارين. مرض السكري يعاني من انخفاض مستويات الأنسولين. الحقيقة أن الناس عندهم كمية كافية من مستويات الأنسولين في أجسامهم حتى عندما يصابون بمرض السكري، وإنها ليست حالة فورية انخفض فيها الأنسولين، ولكن مع الوقت والقيود الغذائية فقد يمكن تؤدي إلى انخفاض كمية الأنسولين في الجسم. فمعظم الأشخاص اللي هم في المرحلة الأولى من مرض السكري ليست لديهم أي متطلبات لأخذ الأنسولين إضافي حتى يتم تنظيم نظامهم الغذائي. فكرة أخرى غلطة زادة عند التوينس أنه يمكن تحديد مستويات السكر في الدم بدون اختبار. هذه الفكرة خاطئة وخطيرة ويجب تصحيحها. وين يعتقد البعض أنه يمكنكم التحكم في مستويات السكر في الدم أو تحديدها دون اختبارها، وهذا في الواقع مخاطر كبيرة، وأن السبب وراء ذلك هو التعرف على تدفق مستويات السكر في الدم في ظروف القاسية حيث تظهر الأعراض، وهذا هو الوقت اللي يجب تجنبه دائما لأنه يؤدي بك إلى حدوث مضاعفات. لذا من الأفضل دائما فحص مستويات السكر في الدم بانتظام من وقت لآخر للحفاظ على الصحة وتجنب المشكلات الصحية. كانت هذه شنو صحيح بالنسبة لليوم؟ شنو الصحيح؟ تصحيح بعض التصورات الصحية الخاطئة.